السلام عليكم. لا يمكن للشعوب المتعطشة للحرية أن تهزم، ولا يليق بها إلا الاشتباك مع أعدائها، اشتباكاً يصنع فيه أبناء فلسطين معجزة العصر، ويحول فيه أطفال فلسطين ألعابهم إلى قنابل تحرق ما سرقه اللصوص الصهاينة من أراضينا. لقد كانت الطائرات الورقية الحارقة على الدوام واحدة من أشهر ألعاب الطفولة ومن أكثرها إثارة، لكنها لم تعد كذلك منذ شهور. لقد أضحت لعبة حارقة يداعب بها أشبال بلادي شغفهم البريء، ويمرون بها على أرض لم يطؤوها من قبل. تعددت التعليقات وردود الأفعال على تلك الطائرات وما خلفته من حرائق كبيرة، فقال المحلل السياسي أو العسكري الشهير بن كاسبت: أصبحت إسرائيل بلا حيلة أو قوة أمام ذلك السلاح الفلسطيني الجديد. وأما المسؤول الأمريكي جرين بلات في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، قال: طائرات حماس الورقية المقاتلة ليست ألعابا غير مؤذية أو تعبيرات مجازية للحرية، بل هي حرب دعائية وأسلحة عشوائية. أما أصدقهم وهو من الكاذبين، فكان الأديب الإسرائيلي سوبول الذي قال: لو كنت طفلا فلسطينيا من غزة لقمت بإرسال الطائرات الورقية المشتعلة لإحراق المستوطنات المحيطة. أما إسرائيل بكل ما تمتلك من انتفاخ القوة وجنون العظمة، فلم تجد سبيلا لوقف زحف النيران من تحت أقدام مستوطنيها سوى أن تغير على غزة بطائرات F-16، وأن تهدد قادة المقاومة الفلسطينية ومطلقي تلك الطائرات الورقية الحارقة. فهل تتدحرج كرة الأحداث إلى مواجهة عسكرية سببها أن الشعب الفلسطيني يطالب بمقاومته السلمية الشعبية بأبسط حقوقه في العودة ورفع الحصار عن قطاع غزة؟ أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة الليلة من فلسطين، والتي يدور حديثنا فيها عن الطائرات الورقية الحارقة وموضوعات أخرى كما جرت العادة في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة. أما موضوع الطائرات الورقية الحارقة فلقد أخذ صدى كبيرا في على صعيد الساحة الصهيونية، بل وصلت الأمور إلى حدود أن تطالب الحكومة ويطالب الكابينت المصغر بشن غارات وردود على قطاع غزة تحت عنوان هذه الطائرات الورقية، أنها هي التي تسببت في أن تقوم طائرات الاحتلال بضرب بعض مواقع المقاومة في أكثر من مرة، كان آخرها في نهاية الشهر الماضي وفي ويوم أمس. نحن أمام مشهد في الحقيقة يعد من أغرب ما يمكن أن يخضع للتحليل، أن تقوم دولة بحجم دولة الاحتلال عسكريا وسياسيا وإعلاميا بملاحقة مطلقي الطائرات الورقية التي تحمل كتل مشتعلة وتقوم بإحراق المستوطنات المحيطة أو بعض الأراضي هناك، تقوم بالرد عليها ردا عسكريا عنيفا باستهداف مواقع المقاومة وسيارة كانت فارغة لأحد المواطنين الذين قالت إسرائيل أنهم يقفون خلف إطلاق هذه الصواريخ. حقيقة يسعدني أن أرحب بالأستاذ صلاح عوادة المختص بالشأن الصهيوني للنقاش في هذا الموضوع. أرحب بك معنا أستاذ صلاح. أهلا وسهلا، حياكم الله. كذلك بالأستاذ محمد حمادة المحلل السياسي والمختص بالشأن الصهيوني الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مدينة غزة. الآن معنا الأستاذ محمد، بعد قليل سينضم إلينا. على كل الأحوال ننتقل لمشاهدة هذا التقرير الذي يعالج مشكلة أو موضوع اليوم، ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا. لم يكن في حسابات قوات الاحتلال أنهم سيقفوا عاجزين عن اتخاذ قرار بشأن الطائرات الورقية، إذ أن ماكينة الإعلام الصهيوني لم تستطع أن تقنع العالم بأن الطائرات الورقية تشكل خطرا واضحا على دولة الاحتلال، وبالتالي انتزاع الموافقة على الرد عسكريا على مطلقي تلك الطائرات. لا شك أن الطائرات الورقية قد فاجأت الاحتلال بكافة مستوياته، سواء على مستوى الجيش أو على مستوى السياسة،
تقريبا الحكومة يمينية، كل مواقفها تدعو الجيش إلى الرد بقوة على ظاهرة الطائرات الورقية، يدعون إلى استهداف مطلقي الطائرات الورقية. الجيش يقف طبعا في موقف مخالف لما يذهب إليه الساسة، كون الأمور قد تتصاعد لو قام باستهداف أشخاص الذين يطلقون الطائرات الورقية. تقدر خسائر المزارعين في المغتصبات الصهيونية المجاورة لقطاع غزة بآلاف الدولارات شهريا، ما يجعل حكومة الاحتلال في حرج مواجهة المزارعين في المغتصبات بضرورة تعويضهم أو الرحيل، ما دفع بالاحتلال إلى تحويل ملف التعويضات على خزينة عائدات ضرائب السلطة لدى الاحتلال. هناك ضغط هائل داخل المجتمع الصهيوني على الحكومة الصهيونية من أجل الوصول إلى حل ووضع حد لهذه الطائرات الورقية، الأمر الذي دفع الحكومة الصهيونية للبحث عن مسوغات قانونية. بالأمس المستشار القضائي للحكومة تحدث عن أن من يطلق هذه الطائرة إذا كانت لديه نية بالتخريب ونية بإحداث أضرار تصل إلى أضرار بشرية، أعتقد يعني يرى المستشار القضائي بأن هذا للجيش صلاحية إطلاق النار عليه وقتله. لم تصل قوات الاحتلال إلى الحل الأمثل للتعامل مع الطائرات الورقية أو حتى مطلقيها، إذ تعمل طائرات الاحتلال الحربية على قصف مواقع للمقاومة أو أماكن تدعي حكومة الاحتلال بأنها مخازن أو مصانع للمقاومة، في حين أن حالة التخبط والعجز عن اتخاذ القرار هو سيد الموقف حتى اللحظة. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيك سيد صلاح مرة أخرى معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا. واسمح لي في البداية يعني أن نطالع ردود الفعل الإسرائيلية، ولولا في الحقيقة أن الأمور تعدت من كونها تعليقات وتصريحات حول الطائرات الورقية وأضرارها وتخريبية وغير تخريبية إلى آخره، إلى حد أن تقوم قوات الاحتلال بالرد فعليا على هذه الطائرات الورقية باستهداف مواقع المقاومة بطائراتها المقاتلة، لقلت أن الأمر مبالغ به وأنه لا يستحق أن يناقش في حلقة تلفزيونية، لكن الأمور فعلا أخذت منحى عملي الآن في الرد على هذه الطائرات. كيف تشخص هذه الحالة لو سمحت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. هو المسألة حقيقة ليست الطائرات الورقية، يعني نعم. هذا العنوان المتداول الآن، لكن وهذا ما يريد الاحتلال أن يقزم القضية باتجاهه أن المسألة فقط طائرات ورقية ويجب وقفها بأي ثمن. مشكلة قطاع غزة ليست مشكلة الطائرات الورقية، قطاع غزة منذ عام 67 وهو تحت الاحتلال، وتصاعدت مشكلة قطاع غزة ومعاناة سكان قطاع غزة في السنوات الأخيرة بسبب الحصار، والمسألة ليست الطائرات الورقية التي استجدت خلال الشهر الماضي. نعم. فثلاثة حروب خلال العقد الأخير خاض قطاع غزة مع الاحتلال لم يكن هناك طائرات ورقية، وانتفاضة أولى وانتفاضة ثانية، ولكن الاحتلال يحاول أن يحصر المسألة في الطائرات الورقية، وقبل ذلك في صواريخ القسام، وخاض الحرب الأولى عام 2008 بسبب ما سماه صواريخ القسام، واضطر لسحب المستوطنين عام 2005 بسبب ما اعتبره إرهاب أهل غزة، أو صواريخ القسام وقذائف الهاون وإطلاق النار والعمليات الاستشهادية. إذن نحن أمام صراع بين شعبين، صراع الشعب الفلسطيني المتمثل في قطاع غزة في هذه المرحلة، والذي يقوده قطاع غزة في هذه المرحلة من أجل حريته، وكان أبرز عنوان له هو مسيرات العودة. مسيرات العودة جاءت قبل الطائرات الورقية، ورد عليها الاحتلال بعنف شديد. في اليوم الأول قتل حوالي 60 شهيد من شباب قطاع غزة، وجاءوا في مسيرات سلمية إلى السياج، لم يكن هناك بعد طائرات ورقية. لذلك ربط المسألة وحصرها جميعا كلها بالطائرات الورقية هو إذن هذا ربط مدروس من الاحتلال الإسرائيلي. بالتأكيد هو نوع من الخداع ونوع من التبرير للعنف المستخدم. يعني هم دائما يريدون سببا للعنف. اليوم أنا يعني يثير السخرية تصريحات البعض منهم أنهم قالوا تفاجأنا برد حماس، بأن لدى حماس رد على القصف الذي تم ليلة الأمس، وهذا تغيير في سياسة حماس أن ترد بالصواريخ. ماذا كانوا ينتظروا؟ يعني ما هو المتوقع في حالة مثل حالة قطاع غزة؟ وكأنه متفاجئوا، يعني لماذا يردون علينا بالصواريخ؟
يعني وكأنه لا يوجد حصار، لا يوجد قتل، لا يوجد مسيرة عودة، لا يوجد قتل سابق، وكأنهم لم يطلقوا النار هم، وكأن الأمور هادئة، وفجأة قامت حماس أو قامت المقاومة وأطلقت الصواريخ. الحقيقة العدو يتخبط، لكن لا أتحدث عن التخبط الناجم عن ضعف، ولكن عن تعقيد الواقع حقيقة تجاه قطاع غزة. العدو ليس ضعيفا، لكن العدو لا يجد حلا، ويصعب عليه أو يكابر ولا يستطيع أن يعترف بالمشكلة الحقيقية وهي مشكلة قطاع غزة. هل معنى ذلك أستاذ صلاح، يعني إذا لم تكن الطائرات الورقية هي السبب، فإن الاحتلال يتحرش بقطاع غزة لأسباب أخرى، ربما في محاولة لجر المقاومة الفلسطينية إلى اشتباك وإلى سلاح يعني أو صراع مسلح كما حصل في المرات السابقة، أم أن هناك أسباب أخرى؟ لأنه التصريحات التي قلتها في المقدمة وتصريحات أخرى كثيرة حول موضوع الطائرات الورقية تحديدا، تضخيم هائل جدا في هذا الموضوع، حتى وصل إلى حد كما قلت لك أنه الطائرات تضرب في هذا ردا على هذا الموضوع. هو لو فرضنا أن الطائرات الورقية توقفت، هل ستتوقف المشكلة؟ هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. نعم بالضبط. الاحتلال ناقش في الأسابيع الماضية وقبل أن تطفو قضية الطائرات الورقية على السطح، ناقش المسألة بعمق. اليوم الأول للمسيرات، مسيرات العودة، طرح أسئلة صعبة جدا وناقشوها، وسببت صدمة في الوعي الصهيوني الحديث عن العودة. أن يأتي الفلسطيني هذا المهجر منذ 70 عام وفجأة يأتي إلى السياج ويريد العودة إلى بيته، هذا شكل صدمة. وبدأت هناك مقالات تتحدث أننا فشلنا في تنسية الفلسطينيين قضيتهم وغيبنا هؤلاء اللاجئين 70 سنة، ولكن لم يغيبوا. وبدأوا يتحدثوا عن نظرية الردع من الناحية الأخرى، من الناحية الأمنية، أنها انهارت وهو السبب الذي جعل الشبان الفلسطينيين يجتازون الحدود. هذا كله قبل الطائرات الورقية. لذلك ثارت عندهم أسئلة عميقة، وبدأت تتساءل أطراف عندهم لماذا يلقي الفلسطيني نفسه للموت على السياج. هناك وضع في غزة غير محتمل، لا يطاق، وضع غير إنساني. وأنا لو كنت إنسان في قطاع غزة كنت سألقي بنفسي إلى السياج. والكاتب الصهيوني المشهور الذي قال لو كنت طفلا في غزة لا أرسلت طائرة ورقية حارقة إلى المستوطنات. إذن هم فهموا المنطق وهم يعرفون المنطق جيدا، وتناقشوا فيه وكتبوا فيه مقالات، لكن تداركوا أنفسهم وقالوا نحن إذا بقينا سائرين في هذا المسار سنصل إلى إجابة حتمية، وهي يجب إنهاء الاحتلال أو يجب رفع الحصار عن قطاع غزة. لذلك تراجعوا، محاول الهروب من تراجعوا عن التيار الذي نشأ مع بدء المسيرات العودة، وهو المطالبة برفع الحصار، المطالبة بفك الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وما إلى ذلك، إلى الحديث عن الطائرات الورقية والعنف وتوازن الردع أمام حركة حماس. لذلك هو نوع من الخداع بعد أن فهموا الحقيقة، وهم يفهمون ويدركون هذه الحقيقة. وهذا ما تريد المقاومة في قطاع غزة التركيز عليه، لأنه المسألة ليست الطائرات الورقية، نحن مشكلتنا ما زالت قائمة، ونحن نكتفي بالطائرات الورقية كأسلوب للدفاع، لكن مشكلتنا أكبر من الطائرات الورقية. فإذا أنتم لم ترضوا بهذا الأسلوب للدفاع، لدينا ردود بالمخطوفات الصاروخية. بالضبط، لدينا الوسائل الأخرى وهذا كما يقال إعادة ترتيب لأدوات اللعبة بين المقاومة، إنجاز التعبير طبعا، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني الذي اعتاد أن يضرب ولا يرد عليه. أصبحنا الآن أمام قواعد لعبة جديدة، ليس كذلك؟ هو حاول الاحتلال تغيير قواعد اللعبة مع غزة كما تغيرت مع غير غزة. يعني في الأشهر الماضية الاحتلال عربد في لبنان وفي سوريا مع إيران ومع النظام السوري ومع حزب الله، اغتال وقتل وقصف قوافل وقتل عسكريين ولم يتلقى رد، وتفاجأ. يعني الحملة التي قام بها تجاه القواعد الإيرانية في سوريا، تفاجأ الاحتلال وكتابه عبروا عن ذلك وقادته عبروا عن ذلك، تفاجأوا بأنهم يعني لم يجدوا عدوا يقاتلهم، فأرادوا نقل هذه التجربة الشهر الماضي، أرادوا نقل هذه التجربة خلال شهر رمضان إلى قطاع غزة. لأنه يعني نستطيع الآن، بما أننا ضربنا إيران وضربنا حزب الله وضربنا النظام السوري، ما يسمى محور المقاومة، والمقاومة في غزة محسوبة على هذا، وربما هي الحلقة الأضعف في نظر الاحتلال كانت حتى هذه اللحظة، فأرادوا نقل هذه المعادلة إلى قطاع غزة. فتفاجأوا قبل أسبوعين برد المقاومة بأن النار بالنار والقصف بالقصف، فتوقفوا
توقف إطلاق النار. نعم. وكانت الكلمة الأخيرة في الاشتباك للمقاومة في قطاع غزة. هذه المرة أيضا حاولوا نفس المحاولة، يريدون إسكات قطاع غزة دون حل مشكلة، دون إخراج قطاع غزة من الحصار، دون تفكيك هذه الأزمة الموجودة، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وإسكاتها من خلال العنف. لكن يبدو أن الرسالة وصلتهم بشكل واضح اليوم. في المقابل أستاذ صلاح، المقاومة ليست في وضع تحسد عليه، لأن الأمور فيما لو تدحرجت والفلت الزمام وأصبحنا أمام مواجهة عسكرية، فإن ذلك يزيد التعقيدات أكثر في قطاع غزة. سنصبح في حالة شبيهة بالحالة التي خلفتها الحرب على قطاع غزة في 2014، وأربع خمس سنوات من عدم الإعمار وإلى آخره كما تعرف. فكيف يمكن ضبط والتحكم في هذا الترمومتر الخطير بين عدم الدخول في مواجهة عسكرية والمحافظة على قواعد اللعبة ومحاولة جلب انتباه العالم وتعاطفه مع قضية غزة ومحاولة فكفكة الأمور في غزة؟ هو وضع خطير كما قلت. وقطاع غزة والمقاومة في قطاع غزة تحاول أن تتعامل بحذر شديد مع هذه المسألة، لكنها أيضا لا تريد تغيير المعادلة. يعني هي تتعامل بأساليب السلمية، وهذا عبر عنه قيادات المقاومة أيضا في الإعلام، وهو أمر ليس مخفيا بأننا نملك المقاومة، نملك السلاح، نملك القدراتنا، لكننا في هذه المرحلة، وهذا انطلاقا من تعقيدات الواقع، في هذه المرحلة نحن نلجأ إلى وسائل المقاومة السلمية التي تجمع معنا أكبر عدد ممكن من التأييد الدولي والإقليمي، وتضيع على الاحتلال فرص لتجنيد الرأي العام العالمي للتضييق والحرب على قطاع غزة، وهذا نجحت فيه المقاومة. وكل التقارير تحدثت عن أن المقاومة كسبت الجولة في مسيرات العودة، حتى المحدثين الإسرائيليين قالوا كسبوها بالضربة القاضية، يعني لم يكن لدى إسرائيل فرصة للدفاع عن نفسها أمام الرأي العام العالمي. لذلك المقاومة من الناحية محتفظة بسلاحها، من ناحية أخرى تحقص الإنجاز بالوسائل السلمية، وهي تدرك تعقيدات الواقع في قطاع غزة وصعوبة الدخول في حرب جديدة، وبالتالي هي حتى هذه اللحظة تدير المعركة بحكمة. عندما يريد أن يتغول الاحتلال وأن ينقل المعادلة إلى عقاب على الطائرة الورقية بقصف مباني في قطاع غزة أو بقتل المواطنين في قطاع غزة، هي لن تقف ساكتة، وهي وللاحتلال أيضا حساباته في ذلك. يعني الحسابات ليست مقصورة على قطاع غزة، بل إن قطاع غزة لا يجد ما يخسره. يعني في النهاية هو لا يريد حرب، ويؤخر الحرب قدر استطاعته، لكن إذا وصل إلى مرحلة أن الحرب مفروضة عليه ولا يوجد ما يخسره. الاحتلال يدافع عن نفسه وهو تحت الحصار والرواتب مقطوعة، وكل هذه الأسباب تجعل غزة لا تخاف كما خاف الآخرون، وربما هذا الذي جعل غزة تختلف عن الآخرين. لكن الاحتلال أيضا لديه حسابات الرأي العام الدولية، لديه الحسابات الداخلية. الرأي العام ليس مهيئا عنده لحرب، المؤسسة الأمنية عنده لا تشجع باتجاه الحرب، والمستشار القضائي، وبالتالي لا يوجد ما يشجع الاحتلال على المضي إلى حرب قطاع غزة. ستسقط الحكومة نتيجتها، لأنه إذا وصلوا إلى نتيجة مثل الحرب السابقة عام 2014 يعني فشل ذريع، وإسرائيل لا تريد تكرار حرب مثل ثلاث حروب الماضية، تنتهي بوقف إطلاق النار وتبقى سلاح المقاومة في قطاع غزة وسلاح جيش إسرائيل في المقابل وهدوء سنة أو سنتين ثم تعود الجولة من جديد. هذا الاحتلال لا يريده، المقاومة لا تريده أساسا، لكن هذا يضع قيود على أيدي الاحتلال وقوات الاحتلال للانطلاق في جولة جديدة. لذلك وأيضا في جانب آخر، أن النظرية الأمنية للاحتلال تقول أنه يجب أن لا نذهب إلى أي حرب إلا اضطراريا، يعني أن لا يكون هناك خيار آخر. ومن إحدى العبر المستخلصة من الحرب الماضية عام 2014، ومراقب الدولة قال بأن الحكومة فشلت في البحث عن بدائل للحرب. كان لدى حكومة الاحتلال خيارات أخرى مثل التفاوض مثلا، أو التسوية، أو الحلول الدبلوماسية مع قطاع غزة، لكنها لم تبحث في هذه الحلول، لم تفحصها، لم توزنها جيدا، وذهبت إلى الخيار العسكري، وبالتالي أدينت الحكومة الإسرائيلية في هذا الجانب. فهي لا تريد إدانة أخرى
في هذا الجانب. أيضا هي تريد أن تكسب وقت في مسألة مهمة جدا للاحتلال، أنه يعلم أنه لن ينتهي من أزمة قطاع غزة إلا بتراجع بتنازل على غرار الانسحاب عام 2005 أو الانسحاب من لبنان، أو في النهاية سيكون هناك تراجع بفك الحصار عن قطاع غزة. لكن الاحتلال أيضا لا يريد أن يقدم هذا بدون ثمن، يريد أن يجبي أكبر ثمن من قطاع غزة وبأطول نفس ممكن، ظانا بأنه قد يحقق إنجازا. يعني ما زال الحديث يتم عن نزع سلاح المقاومة حتى اليوم، يعني وهناك حديث عن إدخال السلطة الفلسطينية في حوار لتسوية قطاع غزة، إدخال قوات عربية، دور لجامعة الدول العربية، ما زال يراهن على أنه يمكن أن يحصل إنجاز سياسي بناء على تعنته. نعم. وحصاره لقطاع غزة. كل ذلك أستاذ صلاح يعكس العقلية الصهيونية في التعامل مع القضايا، صغائر الأمور مثل موضوع تحويل موضوع الطائرات الورقية مع كل ما لحق بهم من أضرار نتيجتها، وتعاملهم أيضا مع صفقة القرن ومع كثير من القضايا. العقلية الصهيونية تتعامل مع هذه القضايا بطريقة مختلفة مع الأسف عن العقلية العربية. ما مدى ارتباط كل هذه الأحداث أستاذ صلاح بقضية صفقة القرن ومحاولة تمريرها على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة، وما أثير مؤخرا من أن هذه الصفقة تنص على وجود دولة فلسطينية في غزة والقدس عاصمة لإسرائيل وبعض القضايا الأخرى؟ ربما هناك عاملين مهمين جدا ورابطين مهمين جدا للأحداث الآن في قطاع غزة مع ما يسمى صفقة القرن. على الصعيد السياسي إدارة ترامب لا تريد تصعيد ولا تريد إثارة موضوع غزة قبل أن تصل إلى المرحلة النهائية من طرح التسوية أو ما يسمى صفقة القرن، فلا تريد تشويش. هي تطلب من إسرائيل يعني ضبط النفس بأقصى درجة وعدم الذهاب إلى حرب جديدة مع قطاع غزة قبل أن تصبح أمور صفقة القرن جاهزة. أيضا إذا كان هناك خيار عسكري فليأتي في إطار ما يسمى صفقة القرن. يعني إذا صفقة القرن قبلت في المنطقة وأصبحت قابلة للتنفيذ وتحتاج إلى فرض على قطاع غزة تحديدا، فليكن الاشتباك مع قطاع غزة في تلك اللحظة، حينها لن يكون جيش الاحتلال هو الوحيد المقاتل فيها، وقد لا يكون هو المقاتل فيها. يعني إذا قبلت عربيا صفقة القرن واتفق العرب مع الأمريكان، وهذا ما يبدو أن على الأقل يسعى إليه الأمريكان يعني باستبعاد الفلسطينيين من الصورة والاتفاق مع العرب في الإقليم على صفقة القرن، فإذا ما تم هذا الشيء فسيكون العائق غزة، وبالتالي ربما نصل إلى مرحلة بأن هناك تحالف دولي أو نعم. إقليمي قد تشارك فيه إسرائيل إلى جانب دول عربية ضد قطاع غزة، وقد تخوضه دول عربية تجاه قطاع غزة، وبالتالي تأخير الصدام في قطاع غزة إلى ما بعد الإعلان عن تسوية ترامب وكنوع من المرحلة من مراحل التسوية. أما الآن الذهاب إلى مواجهة عسكرية شاملة مع قطاع غزة فلن يخدم الاحتلال من جهة ولن يخدم صفقة القرن من جهة أخرى. نعم. طيب ما أثير مؤخرا حول موضوع محاولة يعني فكفكة الأمور أو لحلحة الأمور في قطاع غزة والتخفيف عن الناس والتخفيف من الحصار ومقترحات من هنا ومن هناك، هل تعتقد بأن هذه المقترحات قابلة للتطبيق؟ وهل تعتقد أن الجهات التي تطرحها أو تفكر فيها فعلا معنية بتخفيف المعاناة عن قطاع غزة أو رفع الحصار؟ ولا شك بأن هناك تعدد واختلاف وتنوع في مصادر الحديث عن تخفيف المعاناة في قطاع غزة. يعني هناك في جهات تدرك بأن هناك أزمة ويعنيها فكفكت هذه الأزمة، لكن أيضا يوجد جهات سياسية تريد استخدام هذه الأزمة لإخضاع قطاع غزة، يعني وكجزء من صفقة القرن. في النهاية يتم استخدام معاناة قطاع غزة ليس أو الحديث عن معاناة قطاع غزة ليس للمطالبة برفع الحصار، وإنما للمطالبة لتطبيق صفقة القرن والبدء في مراحل صفقة القرن. وعندما نسمع عن مقترحات من أطراف أوروبية وأمريكية ومبعوثين للشرق الأوسط
يتحدثون عن إقامة منشآت في سيناء لتخفيف الضغط عن قطاع غزة، منشآت مثل محطة طاقة ومصانع مناطق صناعية لتشغيل العمال الفلسطينيين في سيناء. فالمسألة ليست تخفيف الضغط عن قطاع غزة، المسألة ليست المسألة الإنسانية في قطاع غزة، وإنما المسألة مشروع سياسي أكبر، وهو خلق جاذب لسكان قطاع غزة في سيناء وإنشاء مؤسسات لتشغيل الفلسطينيين في غير وطنهم. هذا بشكل واضح يشير إلى أن هناك مشروع لحل القضية الفلسطينية على حساب دولة مجاورة وهي مصر، وعلى حساب أرض سيناء. لا يمكن فهم هذه المعادلة بشكل آخر. لكن مسألة أن يكون هناك حل مع قطاع غزة أو تحسين ظروف قطاع غزة أو رفع الحصار عن قطاع غزة بدون الحديث عن مصر وبدون ومن خلال غزة كإنشاء ميناء مثلاً، وسواء برقابة دولية أو مباشرة مع قطاع غزة، هذا لم يعد مطروحاً. ورغم أنه تم نقاشه بجدية، وكان الجيش جيش الاحتلال تحديداً في إطار الخلافات داخل المؤسسات الصهيونية، جيش الاحتلال تحديداً لا يمانع بإقامة ميناء في قطاع غزة وإعطاء قطاع غزة إمكانيات لتحسين وضعه الاقتصادي، لأن الجيش كل همه أن يبعد الحرب، لا يريد حرب جديدة مع قطاع غزة، يريد أن يتفرغ للتدريب وأن يهيئ نفسه لحرب أكثر من قطاع غزة ربما تنشب في الشمال. لكن الحسابات السياسية للقيادة السياسية الصهيونية ولحلفائها في المنطقة تقول بأنه ليس من مصلحة الكيان الصهيوني وحلفائه إعطاء إنجاز للمقاومة في قطاع غزة على شاكلة رفع الحصار أو إقامة ميناء لقطاع غزة، بينما أصحاب التسوية في الضفة الغربية يعانون. نعم. فحقيقة هذه الخيارات أصبحت مستبعدة أكثر، وما يدور عنه الحديث الآن هو حلول على سيناء، وهذا يعيدنا إلى مربع صفقة القرن، أنه المسألة ليست فك ضائقة قطاع غزة بقدر ما هي خطوة على واضح. تمام. لذلك أستاذ صلاح، هذا ربما يدفعنا لنقاش مسألة في منتهى الأهمية. أنت ذكرت تيار أوسلو الذي يعد الآن في أعلى درجات فشله، وفي المقابل نحن نلاحظ هذا الحصار الخانق على قطاع غزة وما فيها من فصائل مقاومة وعلى رأسها حركة حماس. إذا نحن أمام نموذجين يتعامل معهما الاحتلال بطريقة قاسية جدا. كنا أمام فشل وما زلنا في موضوع المفاوضات وملف مغلق غير منتج، تحولت السلطة إلى سلطة وظيفية بكل ما تعني الكلمة من معنى. في المقابل أنت تعرف كيف وضع غزة وتحدثنا به كثيرا. في مقابل كل ذلك لا يزال الانقسام الفلسطيني قائما، ونحن في انتظار فاتح يعني جديد يقوم بحل هذه المعضلة الفلسطينية أمام هذه التحديات. هل يعقل أن يمر شعب بكل هذه الأزمات وخاصة ما جرى مؤخرا في ظل انقسام حاد بهذا الشكل واستقطاب قاتل من الطرفين؟ أنا أريد أن أكون موضوعياً وليس شعاراتياً. يعني أنا كفلسطيني أحب أن يكون الشعب الفلسطيني موحد، ولطالما نظرت للوحدة الفلسطينية ولأهميتها والوحدة الوطنية وضرورتها لمواجهة الاحتلال. لكن أيضاً دعنا نكون أكثر واقعية وأكثر موضوعية. في حالات الاحتلال في تاريخ كل الشعوب دائماً هناك انقسام. لا يمكن أن يكون شعباً موحداً في ظل الاحتلال الأجنبي، لم يحصل في التاريخ. في الصين كانت هناك حكومة تشاي تشيك المتعاونة مع الأمريكان، وكانت هناك الثورة بقيادة ماو تسي تونغ والجيش الصيني الأحمر. في كوبا كانت حكومة باتيستا العميلة للولايات المتحدة، وكانت الثورة بقيادة فيدل كاسترو وتشي جيفارا. في كل الدنيا، حتى في العالم العربي، وفي كل مكان، وفلسطين منذ أن خضعت للانتداب البريطاني وهناك تيار متعاون مع الاحتلال مع البريطانيين ثم مع الاحتلال الصهيوني ويقبل بالتسويات ويقبل التعاون والتنسيق الأمني وما إلى ذلك، وهناك تيار المقاومة الذي لا يقبل. فبالتالي الانقسام صفة ملازمة للشعب الذي يخضع للاحتلال، وهذا الانقسام يبقى حياً ما دام دخل الاحتلال يبدأ الانقسام. تبقى السلطة الموالية للاحتلال تحكم حتى يرحل الاحتلال فترحل معه. لم يحصل أن توحد شعب تحت الاحتلال
شطر منه متعاون مع الاحتلال وشطر يقاوم الاحتلال لم يحصل، إلا أن يرحل الاحتلال فترحل السلطة الموالية. رحل الاحتلال من جنوب لبنان، خرجت قوات لحد، لم يحصل مصالحة وطنية في لبنان. قوات لحد خرجت بعناصرا وقادة وضباط وعائلاتها حتى، خرجت من جنوب لبنان وهربت إلى إسرائيل. وهذا ينطبق على كل الحكومات العميلة التي تعاونت مع الاحتلال في أي مكان في الأرض. وبالتالي أنا لست متفائلاً لوحدة وطنية بين السلطة التي تنسق أمنياً مع الاحتلال والتي دخلت في اتفاقيات دائمة مع الاحتلال تتحدث عن علاقة عضوية مع الاحتلال، وبين مقاومة لا تعترف بالاحتلال ولا بوجوده ولن تحكم إلا بعد زوال الاحتلال. وهذا حقيقة واقعة. يعني نحن الفريد في الواقع الفلسطيني هو أننا حاولنا أن نزاوج بين هذين النقيضين، فدخلت الانتخابات الحركة المقاومة ودخلت في مأزق ويعني حتمي بين تيار التسوية المتعاون مع الاحتلال وبين المقاومة، أدى إلى الانقسام بالشكل الحالي، وهو أن تحكم المقاومة في قطاع غزة الذي لا يوجد فيه احتلال في داخله، ويحكم تيار التسوية في الضفة الغربية تحت حراب الاحتلال. وبالتالي هذا تعبير للواقع الأكثر تعقيداً في الحياة الفلسطينية، وهو أن نحاول أن نخلق حالة وطنية في ظل وجود احتلال ووجود مقاومة. لا يمكن، إما مقاومة وإما احتلال، هذا حقيقة لكن من حقائق الصراعات من هذا النوع. صحيح، لكن قبل أوسلو كان هناك خلافات بين فصائل المنظمة وحركة فتح تحديداً وبين حركة حماس والفصائل الإسلامية، لكن لم يكن هناك كما تفضلت شق من شعبنا الفلسطيني كحركة سياسية كحركة فتح تتعاون أمنياً وأقامت سلطة ومنشآت وكذا وأصبحت وظيفية. لم يكن ذلك موجوداً قبل 25 عام، بمعنى يعني إنه إحنا ارتكبنا هذا الخطأ كفلسطينيين، موضوع أوسلو ورطنا نفسنا، يجب أن نتراجع إلى الخلف. هل تتوقع أن يتراجع أصحاب هذا التيار، أم أن ارتباطهم بالمصالح الشخصية الآن واستغراقهم في هذا الوحل أصبح من الصعب التراجع عليه؟ وفقط جزئية أوسلو، أنه عندما بدأ أوسلو وكأنه بدأ الانقسام، هو بدأ في الحركة المقاومة الفلسطينية الانقسام في أوسلو، لكن الانقسام في الواقع السياسي الفلسطيني كان قبل ذلك موجود. نعم، ولكن أيضا التيار الذي دخل أوسلو وعبر عن الانقسام منذ عام 90 ومفاوضات مدريد، بدأ الانقسام عندما خرجت مظاهرتان في رام الله، واحدة ضد مدريد وواحدة مع مدريد. هذا كان الانقسام في الحركة الوطنية، لأن من قاد مدريد هو الحركة الوطنية والمقاومة وليس دعاة التسوية التقليديين. نعم، في التسعينات احتد هذا الانقسام كما تذكر، خصوصا عام 96. نعم، وحتى انتفاضة الأقصى والمعتقلات في الضفة والقطاع يعذب فيها عناصر المقاومة وقادة المقاومة لصالح تيار التسوية. لكن أيضا تيار التسوية نفسه عام 2000 ومع انتفاضة الأقصى عاد إلى مربع المقاومة، وعاد المعسكر المقاومة عموما للتوحد، ولكن بعد انتفاضة الأقصى وإجراء الانتخابات عاد تيار التسوية ليطفو وليسيطر، وعدنا للانقسام بصورة أبشع من السابق. لذلك نحن لا نتحدث عن مثاليات، نتحدث عن واقع فلسطيني معقد فيه تعقيدات التسوية وفيه تعقيدات المقاومة وفيه تغيرات تجري، لكن في النهاية نحن عدنا إلى الوضع التقليدي، وهو سلطة للمقاومة وسلطة للاحتلال، وكل يوم يمضي يزيد من عمق الفجوة والخلاف بينهم ويعيد هذا. نعم، الخلاف إلى طبيعته التي لا يمكن جسدها. وهذا ما يجعل من الضروري جدا على فصائل المقاومة أن تتوحد، وقد طارت من الطائرات الورقية إلى أكثر من نقطة حوار. المقاومة الفلسطينية الآن أصبحت ترد كما تلاحظ أستاذ صلاح بشكل جمعي، يعني بشكل موحد، وأصبحنا أمام بيانات موحدة في المرة السابقة كما قلت في نهاية شهر مايو عندما حصل اشتباك مع الاحتلال وتم تثبيت التهدئة، والآن أيضا في الليلة الماضية أمام جهد مشترك وأمام أيضا بيانات مشتركة. هل يمكن أن يعزز ذلك قوة تيار المقاومة، ولا سيما أن هذا التيار اليسار واليمين اجتمع على كلمة واحدة في موضوع مقاطعة المجلس الوطني قبل شهرين؟ هل نحن أمام صيغة جديدة؟
أنا أعتقد أنها إشارات يعني تدعو للتفاؤل، ولكن لا أقول بأننا دخلنا مرحلة جديدة. لا شك أن الرد الموحد للمقاومة في قطاع غزة هو تعبير إيجابي عن ظاهرة إيجابية وظاهرة صحية في جسم المقاومة في قطاع غزة، وهذا يحسب لقادة المقاومة أن استطاعوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة. لكن أيضا الشعب الفلسطيني لم يتوحد تاريخيا إلا على المقاومة. يعني أكثر شيء ممكن أن يتوحد عليه، حتى منظمة التحرير عندما دخلت إلى التسوية انقسمت منظمة التحرير بعيدا عن الفصائل الإسلامية التي تقود المقاومة الآن، ولكن عندما عادت المقاومة توحدت، ولذلك كانت ذروة الوحدة للشعب الفلسطيني في ذروة انتفاضة الأقصى التي كان الكل فيها يخوض المقاومة، وفي قطاع غزة الوحدة أكثر منها في الضفة الغربية، الفصائل لديها حتى أجنحة عسكرية في قطاع غزة، بينما في الضفة الغربية لا يوجد أجنحة عسكرية، لا يوجد حركات مقاومة، ويوجد سلطة واحدة مغيب منها كل الأحزاب، بس فقط سلطة واحدة تتعاون مع الاحتلال حتى لا تخضع لفصيل، وليست ذات لون سياسي واحد، وإنما هي سلطة قائمة على كل من يرغب في السلطة من الفصائل. يعني لديهم الهباش، ولديهم ماجد فرج، ولديهم المالكي، هؤلاء أبناء فصائل ليسوا من أبناء فتح، لكنهم هم الذين يحكمون الضفة الغربية مع الرئيس محمود عباس قائد حركة فتح. وبالتالي هناك فئة سلطة تحكم الضفة الغربية وتستبعد كل فصائل المقاومة والفصائل التقليدية في العمل السياسي الفلسطيني. نعم. من السلطة. نعم، اسمح لي أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صلاح العوابدة، كنت معنا في هذه الحلقة وبهذا التحليل الجميل والموضوعي، نشكرك، وكذلك نشكر المشاهدين، وننتقل بهم إلى فقراتنا التالية بعون الله. فابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. ماذا فعل الصهاينة بالقدس المحتلة عندما أتموا أو أكملوا مشهد احتلالها عام 67؟ بدأ غول الاستيطان وسرطان الاستيطان بالانتشار في هذا الجسم المبارك جسم القدس، ونحن أمام مشهد في الحقيقة محزن جدا لطبيعة هذا الاستيطان في المدينة المقدسة، فلنتابع ذلك. الاستيطان. يمثل الاستيطان الصهيوني في القدس سرطاناً توسعياً يبتلع ما يزيد عن 112,000 دونم، أقيم فوقها 29 مستوطنة. بعد عام 67 باشر الكيان الصهيوني بحصار مدينة القدس بضرب طوق من المستوطنات التي أقيمت على أنقاض الأحياء الفلسطينية التي دمرها، في محاولة لإلغاء الوجود العربي وإخلاء القدس من أهلها وإحلال أغلبية يهودية مهاجرة. ارتبط الاستيطان بكثافة بشرية لليهود وعملية طرد وتهجير للمواطنين العرب، إضافة إلى استخدام العنف والقوة وتدمير المنازل لضمان السيطرة وتثبيت الواقع. يحظى الاستيطان الصهيوني في القدس على تأييد كبير من كافة القوى السياسية في إسرائيل وتأييد ودعم من يهود العالم. القوانين الدولية تدين الاستيطان في الأراضي المحتلة بكافة أشكاله وتعتبره عملاً غير شرعي.
القرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة أدان الاستيطان وطالب بوقفه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. بلغ عدد المستوطنين الصهاينة في القدس قرابة 500,000 بزيادة تصل إلى 3 أضعاف عن العام 67، وهو ما يعد فشلاً ذريعاً لاتفاقية أوسلو وعملية السلام. ويبقى الاستيطان سرطاناً يهدد القدس وإسلاميتها وعروبتها. في حكاية مدينة تحكي لكم مدينة بيسان تاريخها في مقاومة الاحتلال وتاريخ هذه العراقة وهذا الجمال الفلسطيني الذي أصبح مهمشا بفعل آلة الاحتلال الصهيوني منذ عقود طويلة، فالمتابعة. مدينة بيسان نشأت فوق قواعد الحافة الغربية للغور، وتعد حلقة وصل بين وادي الأردن وسهل مرج بن عامر. للمدينة أهمية تجارية وعسكرية وزراعية لوجودها في غور خصيب، كما كانت تعتبر محطة تتجمع فيها القوافل التي تسير بين الشام ومصر، ومعبراً للغزوات الحربية بينهما. يرجع شأن بيسان إلى أكثر من 6,000 سنة قبل الميلاد، وحملت في العهود الكنعانية اسم بيت شام، وقد يعني هذا الاسم بيت الإله شام أو بيت السكون. في العهد الروماني كانت زعيمة للمدن العشر ديكابوليس، وأصبحت مركزاً تجارياً هاماً للقوافل المتجهة نحو الأردن. في أواخر عام 13 للهجرة حاصر المدينة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وفتحاها صلحاً، ولها شهرة خاصة في تاريخ المسلمين لوجود قبر الصحابي الجليل أبي عبيدة بن الجراح. تحدث عنها الإدريسي بقوله: أما بيسان فمدينة صغيرة جدا بها نخل كثير، وبنيت فيها السافان التي تعمل منه الحصر السافانية، ولا يوجد نباته إلا بها، وليس في سائر الشام شيء منه. تطورت بيسان في الربع الأول من القرن العشرين بعد مد خط سكة الحديد حيفا درعا الذي يمر من شمال المدينة، حيث زاد النمو السكاني مع نمو العمران. حظيت باهتمام المسؤولين الأتراك الذين نظموا سوق المدينة ومبانيها. احتلها الإنجليز بعد الحرب العالمية الأولى، وتم اختيارها مركزا إداريا لقضاء بيسان. ضمت المدينة قبل النكبة مدرستين للبنين والبنات توافد إليهما الطلبة من القرى المجاورة. في عام النكبة احتل اليهود المدينة وطردوا سكانها العرب الآمنين من ديارهم، وظلت مهجورة طوال عام كامل قامت سلطات الاحتلال خلاله بتدميرها، ثم أعادت بناء المدينة بعد أن غيرت معالمها الأثرية والتاريخية ووطنت مئات العائلات اليهودية فيها. تشتهر مدينة بيسان بزراعة الحبوب والحمضيات والموز، وتنتشر فيها مواقع أثرية عدة، أهمها تل الجسر وخان الأحمر وتل المصطبة وتل الحصن، وهو موقع بيسان القديمة. ومن بيسان خرج المحدث الحسن محمد البيساني.
الأنهار تحفها الأشجار. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أطر تحياتنا وهذه تحيات الفريق العمل، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.